الاشغال بتاعتها 30 40%. طيب هرجع تاني واقول لحضرتك اتفضل ان ده مشروع قانوني، وان المشروع القانوني من النوع اللي هو الاسينشال او الاساسي، وانه لازم يعمل توازن اقتصادي في جميع المحافظات. ما ينفعش يبقى دوله للعاصمه الاداريه او دوله للعالمين بس، لازم تبقى دوله الوطن بالكامل. الرقم الثالث والاهم من كده انك انت بتخلق، احنا كان عندنا ازمه اقتصاديه، ازمه سكن، وما كانش عندنا، كان في عندنا. طيب اذا انت عندك مرض، واحنا اتفقنا انك لما بتيجي تعمل مشروع قانوني ورؤيه بتعالج المرض الموجود عندك، ما انتش بتستثمر. تاني الفرق ما بين مستثمر ودوله، الدوله بتعالج مشكله عندها، استثمرت ما استثمرتش ده موضوع يجي الخطوه الثانيه، لكن المستثمر بيدور لو ما كسبش مش هيعمل مشروع، الدوله ما بتدورش لو ما كسبش مش هتعمل مشروع، لكن لا لو ما عملتش المشروع ايه الضرر اللي هيقع على الدوله؟ تمام. طيب تعالى انا هريح حضرتك في السؤال علشان انا عارف ان ده مشكله كتير. ما هو ده الشغل الشاغل المواطن المصري، بيقول احنا متحملين مشتة الاصلاح. صحيح. يعني والدوله النهارده هي في رؤيه استراتيجيه للدوله ان هي عاوزه تعمل زي صدمه اقتصاديه عشان شايفه الظروف المحيطه بينا، فالرئيس مستعجل على المشروعات القانونيه وعلى الانجاز عشان يبقى في عائد قوي جدا، نتحمل ثلاث اربع سنين عشان بعد كده نفضل طول عمرنا مستريحين. صحيح. لكن في نفس الوقت كمان ده تساؤل لازم احنا نظهره ويبقى في اجابه واضحه وصريحه عشان يبقى الناس قاعده مستوعبه ليه حجم المشروعات في الوقت ده بالذات. طيب تعالى نقسم المجالات، ومن كل مجال قول لي ما كانش ينفع نعمل ده. نتفق على كده. اتفضل. يعني هنقول مثلا الاول لازم نعترف ان كان عندنا مشكله طاقه. تمام. يبقى انا هتكلم في مجال الطاقه. لازم نعترف ان كان عندنا مشكله بترول، انا وحضرتك كنا بنقف بالساعتين 3 5 في النهارده، ده احتفاء ذاتي.